أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال زيارته مدينة الرمادي ولقائه شيوخ ووجهاء المدينة إن أهالي بابل غير مسؤولين عن الحوادث الجنائية فيها، داعيا إلى عدم الاستماع إلى بعض الأصوات التي تريد المتجرة بمصير الشعب تحت مسمى الدفاع عن المكون والطائفة. بابل وأهل بابل ما يتحملون مسؤولية حوادث جنائية موجودة فيها، وهذا الأمر بالمناسبة أنا ما أدافع عن الجهات الأمنية مسؤولية التحقيق ومسؤولية التعقيب عن الجنات. أنا أتحدث كجانب سياسي واجتماعي. اللي أرجو منكم واللي أترجى لا تسمعون بعض الأصوات اللي تريد التاجر بيكم سياسيا وانتخابيا تحت مسمى الدفاع عن المكون والدفاع عن الطائفة. سمعناهم 16 سنة نركض وراهم إلى أن خسرنا بيوتنا. نفسهم اليوم اللي يهوسون هم نفسهم اللي وصلونا جسر زيرت، نفسهم اللي هوسون اللي قالوا مشاريع الفلانية والمشاريع الفلانية. استلموا عليكم، أنا مسؤول عن كلامي، استلموا عليكم مبالغ واستغلوا الظرف اللي كان يمر على الناس والظلم اللي كان يمر على الناس والاعتقالات اللي كانت موجودة على الناس والمشاكل اللي كانت تواجهنا في ذيك الفترة. استغلوا هاي الجراح وعلوا الصوت بمشاريع خارجية ممولة خارجية، استلموا عليكم فلوس وسووا لكم هاي المشاكل اللي كانت بال 2013 و2015. ردوا مرت اللخ، لحقوكم بالنزوح، بالنزوح استلموا فلوس مرة أخرى تحت مسميات إعادة العفو إغاثة النازحين وتحت مسميات بناء مدارس وما بناء مدارس، طابوقة ما دقوا. وهسه رجعوا مرة أخرى اللي يتاجرون بقضايا اجتماعية شريفة الهدف منها مالي وسياسي. وأنا مسؤول عن كلامي بالأخير.